جولة إخبارية جديدة تأتيكم من أونلايف. أهلا بكم إلى نشرة مفصلة جديدة. شهد اليوم رئيس عبد الفتاح السيسي أداء اليمين لعباس كامل رئيسا للمخابرات العامة، كما شهد الرئيس كذلك حلف ناصر فهمي اليمين نائبا لرئيس المخابرات العامة. وعقب حلف اليمين اجتمع سيسي مع عباس كامل وناصر فهمي، حيث وجه بمواصلة العمل باجتهاد وتفان لحماية مصر وأمنها القومي من المخاطر التي تحيق بها. كما أشاد الرئيس بالجهود الدؤوبة التي يبذلها رجال المخابرات العامة في ضوء التحديات التي تواجه مصر في المرحلة الحالية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري. منح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لرئيسة هيئة النيابة الإدارية السابقة المستشارة فريال حميدة قطبة. وأعرب الرئيس عن خالص التقدير للمستشارة فريال لتفانيها في إعلاء كلمة الحق وتطبيق القانون وحماية مصالح المجتمع. كما شهد السيسي عقب ذلك أداء حلف اليمين المستشارة أماني محمد بدر الدين رئيسة لهيئة النيابة الإدارية. وخلال لقائه مع المستشارة أماني أعرب الرئيس عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به المرأة المصرية للنهوض بالدولة، مشيدا بدور القضاء في حماية حقوق المواطنين وإعلاء المصلحة الوطنية. شارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في اجتماعات دورة العادية 33 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي تمهيدا لنعقد دورة العادية 31 لقمة الاتحاد الإفريقي في الأول والثاني من يوليو المقبل. تأتي المشاركة المصرية في القمة الإفريقية والاجتماعات التمهيدية في إطار الحرص المصري الدائم على التفاعل مع قضايا القارة، لا سيما مع قرب تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي في يناير المقبل. بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الملاوي الدكتور إيمانويل فابيانو سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأكد وزير الخارجية على هامش مشاركته في الاجتماعات التمهيدية للقمة الإفريقية في العاصمة الموريتانية نواكشوط تطلع مصر لاستمرار التعاون مع ملاوي في مجال بناء القدرات ونقل الخبرات، وذلك من خلال الدور الرائد للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، مشيرا إلى رغبة مصر في زيادة التبادل التجاري والتعامل الاقتصادي بين البلدين من خلال الاستفادة من عضوية البلدين في الكوميسا. من جانبه أعرب وزير الخارجية الملاوي عن تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية خاصة في مجالات الزراعة والتعليم والطاقة، مؤكدا اهتمام بلاده لجذب الاستثمارات المصرية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين. كما بحث وزير الخارجية سامح شكري مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي محمود علي يوسف سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. شكري أكد أن مصر تعتمد على جيبوتي كشريك أساسي في تحقيق الأهداف المتعلقة بتوفير التنمية الاقتصادية والأمن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب ومنطقة القرن الإفريقي، مشيرا إلى تطلع مصر لمشاركة جيبوتي لتفعيل آلية التعاون الأمني والاقتصادي في البحر الأحمر. كما أكد شكري اهتمام مصر بتعزيز التعاون الاقتصادي مع جيبوتي في مجال الموانئ، فضلا عن دراسة إمكانية إقامة منطقة تجارة أو منطقة حرة لوجستية مصرية في جيبوتي.
أعلنت وزارة الداخلية مصرع 4 من عناصر حركة الإرهابية والقبض على آخرين خلال عملية مداهمة بمحافظتي الأسكندرية وأسيوط. وأوضحت الداخلية أن العناصر الإرهابية متورطة في حادث استهداف موكب مدير أمن الأسكندرية في مارس الماضي، مشيرة إلى أنها قامت بمداهمة إحدى الشقق السكنية بالأسكندرية بعد ورود معلومات باختباء أحد تلك العناصر، ما أسفر عن ضبطه وبحوزته أسلحة وذخائر وأدوات للتنكر. كما أضافت الداخلية أنها قامت بتتبع باقي العناصر المتورطة في الحادث حيث دهمت أحد الأوكار بمحافظة أسيوط، مشيرة إلى أنه وقع تبادل لإطلاق النار خلال العملية. أسفر عن المصرع 4 وضبط آخر. وأكدت الداخلية أنها عثرت بحوضة المتهمين خلال المداهمة على أسلحة وذخائر، هذا وقامت نيابة أمن الدولة العليا بمباشرة التحقيقات وجري مواصلة الجهود لضبط باقي العناصر. هذا وقد أدلى المتهمون باعترافاتهم عقب إلقاء القبض عليهم والتحقيق معهم. معتز مصطفى حسن كامل واسم الحركة عز من محافظة اسكندرية وطالب في كلية الهندسة. انضميت لجماعة الإخوان المسلمين بعد 2011 وشاركت في كل الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب والشورى والرئاسة. بعد 2013 30/6/2013 شاركت في كل المسيرات والمظاهرات اللي نظمتها جماعة الإخوان، وكنت من ضمن فرق التأمين اللي بتأمن المظاهرات لما تحاول قوات الأمن إن هي تفضها، وكنا بنستخدم الخرطوش والمولوتوف. في بداية 2016 كلفني الاخواني عبد الله يوسف محمد بالانضمام لحركه اسمها حسب. دي حركه تابعه لجماعه الاخوان المسلمين، وكانت قاده الاخوان شافت ان المسيرات والمظاهرات ما بقاش لها تاثير وجدوى، ولازم ان هي تعمل عمليات قويه ضد منشات الدوله. ربطني بشخص اسمه الحركي جاك. كان جاك بيبعت لي ملفات تتكلم عن كيفيه التشفير والتأصيل الشرعي للجهات وكيفية العمل الأمني. استمر الموضوع دوت لمدة 4 شهور تقريبا. بعد كده وزعني على مجاميع الرصد وربطني بشخص اسمه الحركي جيمس. طلب مني جيمس إني أحدد الأماكن والأهداف الهامة في مدينة اسكندرية. بعد كده كلفني بالسفر لإحدى الدول بالخارج للالتحاق بأحد معسكرات التدريب. اتدربت في المعسكرات ديت على الشغل الأمني والتكتيكات العسكرية والتعرف على المتفجرات. بعد شهرين رجعت واستكملت العمل اللي انا كنت مكلف بيه بالرصد. في بداية 2018 كلفني جيمس اني احدث الملف بتاع موكب مدير امن اسكندرية، وربطني بشخص اسمه الحركي ايوب، وفهمني انه هيكون هو المسؤول عن تلبية اي حاجة انا هحتاجها اثناء ما انا شغال. طلب مني ايوب اني اصور ركاب مدير امن اسكندرية، وبالفعل صورته ورفعت التقرير لجيمس. استلمت عن طريق الحركي ايوب عربيه متسوبيشي لانسر فضي، وخليت العربيه ديت قريبه من البيت عندي لمده من الوقت قبل التنفيذ لان هي ما كانتش لسه اتجهزت. بعد مده كلمني ايوب وقال لي اني كلفني اني اسيب العربيه في مكان معين علشان تتجهز يتحط فيها العبوه المتفجره. بعد كده خلاني اروح استلم العربيه ديت من نفس المكان. اخدت العربيه ورحت حطيتها في مكان التنفيذ شارع المعسكر الروماني، وكنت وانا بركنها لابس باروكه وشنب علشان كاميرات المراقبه ما تقدرش ان هي تتعرف عليا وكده. وكان ربطني بشخصين على برنامج التليجرام، واحد اسمه الحركي باسم والتاني اسمه الحركي عمر. كنت قابلت باسم قبل التنفيذ وسلمته الريموت اللي هيفجر بيه العربيه، وعمر عرف المكان اللي هو هيكون واقف فيه علشان يبلغ باسم لما يعدي موكب مدير الامن علشان يستعد للتنفيذ. في يوم 24 مارس انفجرت العربيه اثناء مرور موكب مدير امن اسكندريه من جنبها، ومات 2 من الحرس بتوعه. بعد كده كلفني ايوب اني اروح الجيزه اقعد هناك فتره من الوقت في منطقه المنيب. بعد كده لما رجعت اتمسكت ومعايا طبنجة سي زد والطلقات بتاعتها واتنين صاعق وكمية من المواد اللي بتستخدم في التصنيع. أنا اسمي باسم محمد إبراهيم جاد الحركي محمود من محافظة كفر الشيخ، شغال سواق. انضميت للإخوان سنة 2006، شاركت في جميع المظاهرات وأعمال العنف اللي حصلت في مركز متروس.
في 2016 انضميت لحركه حسم. كنا بنستخدم عربيات في نقل عبوات متفجره واسلحه وعناصر لاماكن مختلفه. كلفت بعد كده بمسؤوليه النقل في 5 محافظات: اسكندريه والبحيره وكفر الشيخ ودمياط والمنوفيه، عن طريق مسؤولي الحركه شهد. اداني صوره بطاقه مرات احمد عبد العظيم الدمليجي علشان اشتري بيها عربيه لانسر. اشتريت العربيه، وبعد كده خدت العربيه نقلت بيها عبوات متفجره من الجيزه الى اسكندريه، وسلمت العربيه في اسكندريه بالعبوات. بعد كده عرفت ان هم ان التنظيم استخدمها في تفجير مدير امن اسكندريه. وصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحق الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق أو تطبيق القرار على 406 نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. جاء ذلك خلال استكمال لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2018. قامت وزارة الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات الجمهورية لتأمين احتفالات المصريين بثورة 30 من يونيو، ودفعت الوزارة ب 2951 سيارة إسعاف لتأمين كل أماكن الاحتفالات بأنحاء الجمهورية، حيث يتم توزيعها على المتنزهات والحدائق العامة، إضافة إلى 10 لنشات إسعاف نهري وطائرتين مروحيتين على الطرق السريعة، وتمركز سيارات التدخل الطبي السريع في الأماكن ذات الطبيعة الخاصة مع ضرورة تواجد طبيب طوارئ بكل سيارة. أعلن وكيل وزارة الصحة والسكان بجنوب سيناء خالد أبو هاشم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن المحافظة بمناسبة احتفالات 30 من يونيو، بناء على تعليمات وتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة. جاء ذلك خلال تفقد أبو هاشم واللجنة المشكلة للتفتيش على المستشفيات وحدة السلام بالعراشية ومستشفى أبو رديس المركزية، وذلك للاطمئنان على سير العمل وانتظامه والوحدات والمراكز الحضرية وانتظامه والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات والأكسجين والتزام العاملين بمواعيد العمل أثناء ورفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ. مشاهدينا الكرام، النشرة ما زالت مستمرة، وبعد فاصل قصير نعود كي نستكملها بأمر الله. أهلا بكم من جديد بعد هذا الفاصل. ودائما مرحبا مجددا. في سوريا يواصل الجيش السوري عملياته العسكرية ضد مسلحي المعارضة جنوب شرقي مدينة درعا، حيث قتل 46 جراء تفجيرين وقصف جوي لبعض المناطق بالمحافظة. وفي دير الزور فجر مسلحو تنظيم داعش دراجة ملغومة عند حاجز لقوات سوريا الديمقراطية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، كما لفتت مصادر لمقتل 15 مسلحا للتنظيم جراء غارات لقوات التحالف الدولي بينهم قيادي في التنظيم، وأشارت إلى أن القصف تسبب في سقوط مدنيين كذلك. على جانب آخر، فتحت القوات السورية ممرين آمنين لعبور المدنيين إلى مناطق سيطرتها، وأنشأت 3 مراكز إيواء لاستيعابهم. أعربت فرنسا عن قلقها البالغ من هجوم قوات الحكومة السورية والداعمين في جنوب غرب سوريا، وحثت باريس موسكو على الوفاء بالتزاماتها، مؤكدة أن الهجمات تزعزع الاستقرار بالمنطقة. أعلن اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سحب 13 طائرة و14 مروحية و1140 شخصا من سوريا في الأيام الماضية. وأضاف بوتين خلال لقائه دفعة عسكرية جديدة في الكرملين أن الجنود الذين تم سحبهم اجتازوا التجربة واختبروا من خلال القتال. وأوضح بوتين للدفعة الجديدة أنهم سيستفيدون من تجربة التدريب القتالي للأفراد على الأراضي الروسية، وذلك في سبيل العمل على أكثر المهام غير التقليدية والمعقدة.
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن موسكو لا تعترف بتعزيز صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، والتي بات بوسعها تحديد الجهات المسؤولة عن استخدام مثل هذه الأسلحة في سوريا. وأوضح ريابكوف أن بلاده لا تعترف بشرعية آلية التحكيم المزعومة الجديدة، وذلك عقب تصويت 82 دولة في جلسة مغلقة في لاهاي لصالح قرار تقدمت به بريطانيا. واعترف ريابكوف أن التصويت يوجه ضربة قوية إلى المعاهدة التي تحكم عمل المنظمة، والتي وصف مستقبلها بالغامض جدا. قتل 30 عنصرا من ميليشيا الحوثي في غارات التحالف على مديرية التحيتة جنوبي الحديدة، وكانت قوات المقاومة المشتركة قد أطلقت عملية عسكرية جديدة في التحيتة بهدف تأمين وتمشيط مديريتي التحيتة والفازا، كذلك تأمين الطريق الساحلية. وفي سياق مغاير، أسفر قصف مدفعي للحوثيين على منطقة الربصة قرب مطار الحديدة عن مقتل 7 مدنيين وإصابة آخرين بينهم أطفال. في بلاد الرافدين، أخفق مجلس النواب في تأمين النصاب الدستوري اللازم للتصويت على تمديد الولاية القانونية للمجلس، والتي تنتهي بنهاية هذا الشهر. من جانب آخر، أعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري أن إعادة الفرز اليدوي لأصوات الانتخابات العامة التي أجريت في مايو الماضي سيبدأ الأسبوع المقبل. أشاد مشايخ وأعيان إقليم برجا بقرار الجيش الليبي تسليم الهلال النفطي للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة، والتي تتخذ من بنغازي مقرا لها. ووصف المشايخ في بيان القرار بالوطني والشجاع، والذي جاء استجابة لنبض الشارع بضرورة تحرير مؤسسة الدولة من الفساد والميليشيات المسلحة. وأكد البيان أن تسليم الهلال النفطي هو انتصار للمواطن الليبي صاحب الحق في ثروات وطنه، والذي تدهورت حاله بسبب العصابات، مشيدا في الوقت ذاته بالتضحيات التي قدمها الجيش في معارك تحرير الهلال النفطي. وشدد البيان على أن كل شرائح بنغازي تؤيد بالكامل هذه الخطوة الشجاعة، وتطالب القائد العام بعدم التراجع عنها والاستمرار في الإجراءات التي تحارب الفساد وتستعيد هيبة الدولة وتحمي المواطن الليبي. في شأن آخر، وصل وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس اليوم طوكيو قادما من كوريا الجنوبية في جولة تستهدف طمأنة حليفتي واشنطن، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق المناورات المشتركة مع كوريا الجنوبية. ومن جانب آخر، وفي سؤول، قال ماتيس أن تعليق المناورات يزيد الفرص أمام المفاوضات الدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي للصراع بين شطري الجزيرة الكورية، ولكنه شدد على التزام بلاده لليابان وكوريا في مواجهة ترسانة كوريا الشمالية النووية. وخلال زيارته إلى كوريا الجنوبية، أكد اليوم وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أن عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على كوريا الشمالية يجب أن تبقى إلى أن تتخذ بيونغ يانغ خطوات ملموسة لا رجوع عنها باتجاه نزع السلاح النووي. أكد ماتيس التزام بلاده الراسخ بأمنها، بما في ذلك الحفاظ على حجم القوات الأمريكية الحالي. هذا ورفضت كوريا الجنوبية طلبا متجددا من الولايات المتحدة الأمريكية حول تقاسم تكاليف نشر أصولها الاستراتيجية في شبه الجزيرة الكورية وما حولها، وفقا لما ذكره مسؤول كوري جنوبي. ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المسؤول الكوري أن الولايات المتحدة أوضحت أنه لا توجد خطة لتقليص عدد قواتها في كوريا الجنوبية. أعلنت الولايات المتحدة خفض مستوى تمثيلها لمكافحة الإرهاب في مؤتمر أممي غير مسبوق، وأبدت واشنطن استياءها إزاء الحيز المخصص للمجتمع المدني والذي وصفته بالضئيل. وصرح مسؤول أمريكي بأن واشنطن ستخفض كذلك مساهمتها المالية بمقدار مليوني دولار في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. ويعد المؤتمر المرتقب الذي سيشارك فيه 25 منظمة الأول من نوعه، ويفترض أن يعقد مرة كل عامين.
ناشدت الولايات المتحدة الأمريكية شركائها في مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على إيران ردا على ما وصفته بسلوكها الخبيث في الشرق الأوسط، وذلك خلال اجتماع بشأن تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني. وأوضح نائب السفير الأمريكي في الأمم المتحدة جوناثان كوهين أن إيران تنتهك باستمرار قرارات المجلس، الأمر الذي يحتم على الجميع اتخاذ قرار بشأن العواقب. ويعد هذا الاجتماع هو الأول لمجلس الأمن منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني. حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من أن مستقبل أوروبا على المحك بإزاء قضية الهجرة، وذلك قبيل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي اليوم وغدا، والتي يتوقع أن تشهد مناقشة شائكة حول هذا الموضوع. أضافت ميركل أمام مجلس النواب الألماني أن التحديات المرتبطة بمسألة الهجرة قد تقرر مصير الاتحاد الأوروبي، داعية لإيجاد حلول متعددة الأطراف بدلا من اتباع الدول الأعضاء نهجا فرديا. وجهت السلطات الفرنسية اتهاما رسميا إلى 10 أشخاص تم إيقافهم في سياق حملة مداهمات ضد مجموعة من اليمين المتطرف. كانت السلطات تخشى أن تنفذ عمل عنيف ضد مسلمين وفق مصدر قضائي. وقد مثل المشتبه به أو المشتبه بهم العشرة، وهم 9 رجال وامرأة تتراوح أعمارهم بين 32 و 69 عاما، أمام قاضي تحقيق في باريس بعد توقيفهم 4 أيام رهن التحقيق. ووجهت إليهم تهمة تشكيل عصابة إجرامية ذات أهداف إرهابية، ووضع 4 منهم قيد الاعتقال الاحترازية. في العاصمة الكينية نيروبي اندلع حريق بأحد الأسواق، ما أسفر عن مصرع 15 شخصا على الأقل وإصابة 70. وذكرت مصادر محلية أن الحريق امتد إلى شقق سكنية وأكواخ عدة قبل أن تتمكن السلطات من إخماده بعد 90 دقيقة تقريبا. مشاهدينا الكرام، هذه النشرة ما يزال يتبقى فيها المزيد، ولكن بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم من جديد. وإلى سياق النشرة مرة أخرى. في الأخبار المحلية، شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع اتفاقية التصنيع وتوريد 140 عربة قطار بضائع وكذلك حاويات بين وزارة النقل والسكك الحديدية والهيئة العربية للتصنيع، وذلك بإجمالي تكلفة تبلغ 544 مليون جنيه. هذا وأكد رئيس الوزراء أن تطوير السكك الحديدية هو أحد الملفات المهمة التي تعتزم الحكومة استكمال الجهود المبذولة فيها، مؤكدا أنه يولي اهتماما كبيرا بالنهوض بهذه المنظومة التي تربط بين مختلف المحافظات وتسهم في الدفع قدما بحركة التجارة الداخلية. من جانبه، أكد وزير النقل هشام عرفات تصميم الوزارة على الاستفادة من منظومة السكك الحديدية في نقل البضائع من خلال التعاقد على توريد 100 جرار لقطارات البضائع من الولايات المتحدة، وهو ما سيتم استكماله من خلال العربات التي ستنتجها الهيئة العربية للتصنيع. كلكم عارفين ان احنا جبنا 100 جرار يعني مخصوصين من امريكا. قوة الجر بتاع الجرارات اللي جاية دي ب 4200 حصان، كانت حقيقة يعني مهمة جدا عشان نحقق نقل بضائع، لان احنا النهارده مش هنقدر نقل بضائع بجرارات ضعيفة. كنا لازم نجيب جرارات 4200 حصان ونحسن كمان الخدمة الخاصة ب 81 جرار عندنا قدام، جبناهم سنة 2008 وما اتعمل لهمش عقد صيانة في ذاك التاريخ، فنتج عنه مشاكل في تشغيل هذه الجرارات. النهاردة الحمد لله الجرارات هتبتدي تظهر عندنا ان شاء الله من نوفمبر اللي جاي، الجرارات الجديدة هتبتدي تظهر من نص السنة الجاية. كان لازم نبص على العربيات، فحقيقة ما لقيناش يعني أحسن من خبرة هاي العربية للتصنيع في تصنيع عربيات 125 عربية لنقل الحاويات بمواصفات مختلفة تماما بحمولة 65 طن، وده الجديد في الموضوع اللي احنا النهاردة مضيناه. من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع عبد العزيز سيف الدين إلى الأسلوب الجديد لتمويل العقد من خلال دعم البنك المركزي وبنك القاهرة، حيث لن تبدأ هيئة السكك الحديدية في سداد قيمة الصفقة إلا بعد تسليم العربات وبدء التشغيل.
هذا العقد مقدم بتسهيلات من الهيئة العربية للتصنيع، وحقيقة أنا بشكر في هذا الصدد السيد محافظ البنك المركزي والسيد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة اللي وفروا التمويل للهيئة لهذا المشروع. والهيئة دخلت في هذا المشروع كجهة شايلة المشروع ده على أن تسدد السكة الحديد أقساط هذا المشروع بعد التشغيل، بعد بداية التشغيل، وده أسلوب جديد في التمويل لم نتطرق ليه من قبل. العقد ده مبدئي ب 140 عربية زي ما تفضل معالي الوزير هشام عرفات، دكتور هشام عرفات، وقال إن ما له استكمال 160 عربية أخرى بمواصفات أخرى. في النهاية هو بيستهدف تطوير أسطول النقل بالسكة الحديد في مصر. كرم دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس طارق قابيل وزير الصناعة السابق، وأهدى له درع مجلس الوزراء تكريما على ما تم إنجازه في الفترة السابقة. وأكد مدبولي أن التكريم واجبا على الدولة تجاه أبنائها المخلصين، وتم التكريم بحضور المهندس عمرو نصار وزير الصناعة الحالي. بحث رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال مع رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالبوندستاغ الألمانية جيدا يانسن سبل تعزيز العلاقات بين مصر وألمانيا على المستوى البرلماني. وأكد رئيس مجلس النواب أن مصر بذلت العديد من الجهود من أجل تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن وتحسين أوضاع الإنسان، مشيرا إلى أن مجلس النواب أصدر العديد من التشريعات على رأسها قانون بناء وترميم الكنائس. ومن جانبها أكدت رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالبوندستاغ الألماني أهمية تبادل الرؤى بين البلدين، مشيدة بما وصلت إليه مصر من تحسين لأوضاع حقوق الإنسان رغم الظروف المحيطة، كما أكدت على ضرورة تقديم الدعم لمصر بوصفها شريكا ضروريا في المنطقة. كما بحث دكتور عبد العال مع وزير النقل والمواصلات والبنية التحتية السابق ورئيس الكتلة النيابية لحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي بالبوندستاغ ألكسندر دوبرانت سبل تعزيز التعاون بين البلدين. وأكد رئيس مجلس النواب ضرورة استكمال مسيرة التطور التي تشهدها العلاقات بين البلدين خاصة على المستوى البرلماني، وأشار إلى أن مصر بذلت جهودا مضنية لمواجهة الإرهاب وحققت كذلك نجاحا في مكافحة الهجرة غير الشرعية. من جانبه أعرب النائب الألماني عن تقدير بلاده للجهود المصرية في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مؤكدا دعمه السياحة المصرية والاستثمار في السوق المصري. تنفذ مصر واليونان وقبرص أكبر تدريبات مشتركة بالبحر الأبيض المتوسط ميدوزا 6، حيث شهد الفريق محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية ووزيري الدفاع اليوناني والقبرصي المرحلة الرئيسة للتدريب البحري الجوي المشترك المصري اليوناني القبرصي. وتنفذ القوات المصرية واليونانية والقبرصية عملية إبرار بحري جوي للقوات الخاصة على الشاطئ خلال التدريب. أدى طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم اليوم في مادتي الجغرافيا لطلاب الشعب الأدبية والكيمياء لطلاب الشعبة العلمية. هذا ونفت وزارة التربية والتعليم تسريب مادة الكيمياء على صفحات الغش الإلكتروني، مؤكدة أن ما ظهر على هذه الصفحات لا علاقة له بالاختبارات. وأدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات الامتحانات في 1777 لجنة على مستوى الجمهورية. من جانبه قال رئيس امتحانات الثانوية العامة رضا حجازي خلال فعالية المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل سير العملية الامتحانية إن الامتحانات مستمرة حتى يوم الأحد المقبل. متبقي لنا يوم واحد في الامتحانات وهو يوم الأحد، وبالمناسبة هذا اليوم أجازة، لكن الامتحانات مستمرة والتقدير مستمر وكل أعمال العملية الامتحانية مستمرة، حتى هو قرار السيد رئيس مجلس الوزراء طالع كده، ما عدا أعمال الامتحانات سواء المدارس أو الجامعات. نفس الكلام بقول إن يوم السبت عندنا امتحان للطلبة المكفوفين، برضو بأكد إن الامتحان قائم إلى أن ننتهي إن شاء الله يوم الأحد، ونتقابل سويا يوم الأحد في لقاء ختامي لحصاد امتحانات الثانوية العامة.
وكشف حجازي عن نتيجة العينة العشوائية لتصحيح مادة الأحياء، حيث حصل 243 طالبا وطالبة على الدرجة النهائية. مادة الأحياء إجمالي عدد الأوراق 11289، إجمالي 11000 طالب. من العينة أستاذ خالد بيؤكد ده مش الطلبة كلهم، ده خمسة طلبة اللي هم عندهم مادة الأحياء. 243 طالب جابوا الدرجة النهائية، طالب وطالبة. 243 طالب جابوا الدرجة النهائية. ماشي، كتر خيرهم. تعالوا بقى على مين؟ نسبة النجاح 88.5%. النسبة المئوية للنجاح 88.5%. السنة اللي فاتت كانت 86، يعني قريبة. مش ده اللي يعنيني. أنا يعنيني أكتر من 90 لـ100 كام؟ من 80 لـ90 كام؟ اللي هي الدرجات الايه؟ الشرائح اللي فيها تميز. بصوا معايا بقى، من 90 لـ100 الشريحة، من 90 لـ100 بلغت نسبة الطلبة من عينة 40.33%. 40% من الولاد من الطلبة جايبين من 90 لـ100%. دي مادة الأحياء. من 80 لـ90 21.31%. من 70 لـ80 14.63%. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم نتائج الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية. جاء ذلك خلال مؤتمر عقده نائب وزير التعليم محمد مجاهد، أعلن فيه النتيجة الكلية وأسماء الأوائل بجميع قطاعات التعليم الفني. وخلال مؤتمر إعلان النتيجة قال نائب وزير التعليم محمد مجاهد أن الوزارة بصدد إقرار مرحلة تأهيلية بعد الشهادة الإعدادية للطلاب قبل انخراطهم في التعليم الفني لرفع من قدراتهم في الرحلة المقبلة. طبعا عايز أقول دايما بسمع من رجال الصناعة أنه ده بعض طلاب التعليم الفني اللي بيتخرجوا بيبقى مستواهم في المهارات الأساسية مش عالي، وما بيعرفوش يقروا ساعات حاجات عربي. طبعا ده قلة، لكن احنا هنبدأ في معالجة هذا الأمر بأن احنا نعالج المدخلات. نعالج المدخلات يعني طالب الإعدادية اللي هيخش عندنا في التعليم الفني هناخد فترة من الزمن في الترم الأول، بنخطط لهذا دلوقتي، ونعمل له عملية زي لو تخيلوا حضراتكم مثلا في الكليات الصعبة زي كلية الهندسة عندنا سنة إعدادية. سنة إعدادية دي علشان يعني بالإنجليزي يقولوا عليها فاونديشن يير. فاونديشن يير يعني إيه؟ أنا باخد الطالب، جاي لي طالب واخد أمريكان دبلومة، وطالب واخد ثانوية عامة مصرية، وطالب واخد ثانوية عامة ألمانية، فبعمل لهم يعني تناغم مع بعض عشان يدرسوا مع بعض، براجع لهم على الرياضة على البيزك كومبتنسز بتاعتهم. فالجزء المشترك ده هنركز عليه. طبعا هنعمل امتحان في الأول للطلاب الحاصلين على الإعدادية. وأجرت كاميرا أونلايف لقاء خاصا مع الطالبة سارة صابر أبو هاشم، الطالبة بمدرسة التجارة المتقدمة التجارية نظام الخمس سنوات، والتي حصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية بالدبلومات الفنية. الحمد لله طلعت الأولى على الجمهورية السنة دي. بشكر أهلي أوي عشان تعبوا معايا جامد، وبشكر المدرسين تعبوا معايا كلهم. مدرسين أصل المدرسة الحمد لله يعني كويسين كلهم، كانوا بيشجعونا. بنصح الطلبة اللي بعد إن شاء الله اللي هم يذاكروا جامد، يعني يبدأوا يحطوا هدف قدامهم زي ما أنا كنت حاطة هدف قدامي. يعني ما يعتمدوش إن في حاجة اسمها جيش ولا كده، هم يعتمدوا على نفسهم وربنا إن شاء الله يوفقهم. الطلبة اللي بعد يعني مش شرط السنة وعام هو اللي بينجح وكده، اللي بيخش حاجة بيحبها هو بينجح فيها. يعني أنا كان ليا أختي توأمي دخلت هي سنة وعام، وأنا دخلت تجارة متقدمة لأن أنا ما كنتش حابة مواد السنة وعام قوي، والحمد لله أنا نجحت فيها وهي برضه نجحت فيها. يعني أهلي بيعودونا دايما إن احنا نخش في الحاجة اللي احنا حابينها، مش نخش حاجة احنا كارهينها ولا يفرضوا علينا، وكل حاجة كده في حياتنا أصلا بيخلونا احنا نعتمد على نفسنا. والآن وقفة مع الاقتصاد. بالطبع ستكون مع ولاء غانب. إليك ولاء. شكرا. أهلا بك.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بحث رئيس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية دكتور مصطفى مدبولي مع رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة الفريق مهاب مميش عددا من الملفات المتعلقة بالهيئة وعبور السفن. وكان رئيس هيئة قناة السويس أعلن أن القناة شهدت اليوم عبور 54 سفينة بحمولة تقدر بنحو 3,600,000 طن من الاتجاهين. شهدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق تحيا مصر ومحافظة القليوبية لوحدات الطعام المتنقلة بمدينة بنها في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم صندوق تحيا مصر لتمكين الشباب وتوفير فرص عمل لهم. وكشف المدير التنفيذي للصندوق تحيا مصر إبراهيم كرم عن إنشاء الصندوق لشركة مساهمة برأس مال مصدر بقيمة 500 مليون جنيه، مدفوع منهم 200 مليون جنيه لتبني مشروعات للشباب. اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر قررت أيضا إضافة بعد استراتيجي جديد وهو الاستثمار التنموي. اليوم إن شاء الله تم توقيع بروتوكول تعاون مع سيادة محافظ القليوبية لإنشاء مجمع لتقديم الأغذية والمشروبات والمنتجات الأخرى والحرف اليدوية لخدمة المجتمع وخدمة الشباب. كما هو واضح للجميع أن هناك ظاهرة منتشرة مقدمي الطعام من الشباب والباعة الجائلين، من هنا قرر صندوق تحيا مصر أن ينشئ شركة وكيان قانوني يضم إدارة محترفة وخلق منظومة كاملة لمواجهة هذه الظاهرة وتنظيم نشاط وحدات الطعام المتنقلة. الحمد لله رب العالمين، الأسبوع اللي فات عندنا قانون لتنظيم هذا النشاط تم التصديق عليه. صندوق تحيا مصر في خطواته الأخيرة كمان لإنشاء شركة مصرية مساهمة، 98% إن شاء الله لصندوق تحيا مصر، 1% لشركة تابعة لوزارة الاستثمار، 1% لبنك السي اي بي. رأس المال المصدر 500 مليون جنيه ورأس المال المدفوع ان شاء الله في اول خطوه 200 مليون جنيه. كما اوضح محافظ القليوبية محمود عشماوي ان القليوبية تعد الموقع الاول لتفعيل مبادرة تحيا مصر لتشغيل الشباب من خلال هذا المشروع الذي سيوفر اكثر من 750 فرصة عمل مباشرة و 3,750 فرصة عمل غير مباشرة. محافظة القليوبية هتكون البايلوت الأول لجميع محافظات الجمهورية في تنفيذ توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتعظيم تشغيل الشباب. المشروع يقام في مدينة بنها عاصمة محافظة القليوبية. المشروع يقام على مساحة في حدود 18,500 متر مربع على النيل مباشرة، كلها مشروعات لتشغيل الشباب. فرص عمل مباشرة هتصل ل 754 فرصة عمل، هتتضاعف هذه النسب إلى 3,750 فرصة عمل غير مباشرة. حقيقة مشروع مبشر بالخير، وإحنا فوق دلوقتي خدنا توجيهات من معالي الوزيرة وسيادة اللواء محمد أمين إن العمل هيبدأ النهاردة. صرح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية المهندس خالد عباس بأن الوزارة قامت بإنشاء أول وأكبر مجمع ترفيهي في مدينة العالمين الجديدة وسيتم تشغيله هذا العام، مشيرا إلى أن المجمع سيضم مجموعة من الكافيتريات والمطاعم التي تقدم خدماتها لمرتادي المدينة والمصيفين. وأوضح عباس أن المدينة بدأ فيها حجز الوحدات السكنية بالأبراج المطلة على البحر مباشرة، وهناك إقبال كبير على الحجز، ويتم حاليا الاستعداد لطرح وحدات أخرى للحجز بالإسكان المتميز في المنطقة الجنوبية بالمدينة. أعلنت وزارة البترول أن شركة إين الإيطالية ستحفر أول بئر استكشافية بحقل نور البحري في شمال سيناء خلال شهرين. كان مجلس الوزراء قد وافق في مارس على اتفاقية لأعمال الاستكشاف والبحث عن البترول والغاز في منطقة شمال سيناء البحرية نور بالبحر المتوسط.
وبموجب الاتفاقية تنفق إيني 105 ملايين دولار على مرحلتين لمدة 6 سنوات، بما يشمل حفر بئر في المرحلة الأولى وأخرى في الثانية. وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول في محاولة للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها دون نزاع مع أي من تلك الدول. أكد وزير التموين الدكتور علي المصلحي أنه لا زيادة في أسعار السلع الغذائية بسبب تحريك أسعار الوقود. جاء ذلك خلال لقاء وزير التموين الدكتور علي المصلحي مع رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل. وشدد الوزير على عدم تحميل المستهلك أي زيادات في أسعار المنتج النهائي، وأنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على جدية المشاركة في المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص في هذه المرحلة، حيث تعهدت جميع الأطراف على دعم تحريك أسعار السلع الغذائية بسبب تحريك أسعار الوقود، حيث تتحمل سلاسل الإمداد من منتجين ومستوردين وتجار جملة وتجزئة أثار تحريك أسعار الوقود على تكاليف النقل. أعلن البنك المركزي اليوم انخفاض عجز الميزان التجاري إلى 5.13 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من السنة المالية 2017-2018، مقارنة مع عجز بلغ 12.5 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة السابقة. وأشار المركزي إلى أن ميزان المدفوعات الكلي سجل فائضا بلغ 10.970 مليون دولار، مقارنة مع فائض قدره 10.980 مليون دولار في الفترة المقابلة قبل عام. شكرا لكم وللمتابعة الكريمة طبعا، ومرة أخرى إلى لبنى ومحمد لاستكمال هذه النشرة. إليكم شكرا لك ولا على هذه الجولة الاقتصادية. كذا مشاهدينا الكرام انتهت هذه النشرة، ولكن لن يتبقى إلى التذكرة بأهم العناوين. عباس كامل ونائبه يؤديان اليمين أمام السيسي على رأس جهاز المخابرات العامة، والرئيس يوجه بالعمل على حماية الأمن القومي. مقتل 4 من حسم وإلقاء القبض على آخرين متورطين في استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية السابق خلال مارس الماضي. خلال جلسة استثنائية النواب العراقي يخفق في تمديد ولايته حتى انتهاء إعادة الفرز اليدوي للانتخابات الأخيرة. مشاهدينا الكرام مستمرون معكم على رأس كل ساعة في خدمة إخبارية جديدة بأمر الله في أمانه. We'll be right back.